افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مساء اليوم النسخة 21 من معرض دبي الدولي للسيارات 2013 الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمية. ويعتبر المعرض أكبر حدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي أقام هذا العام للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان دبي للسيارات الذي أعلن حديثا عن إطلاقه تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي. وقام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة تفقدية داخل أروقة المعرض ومنصاتها، يرافقه سعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وسعادة اللواء خميس مطر بن مزينة نائب القائد العام لشرطة دبي. استمرت لأكثر من ساعة، رحب فيها بكل العارضين وضيوف الإمارات الذين قدموا إلى الدولة من كل حدب وصوب، حيث استمع منهم سموه إلى مستقبل صناعة السيارات على مستوى العالم. واستهل سموه الجولة بزيارة منصة سيارة ديفل 16 التي تعتبر أول سيارة رياضية من نوعها إماراتية الصنع ذات 16 أسطوانة، حيث تصل سرعتها إلى 560 كيلومترا خلال 18 ثانية. ثم انتقل بزيارته إلى منصات الشركات المشاركة في المعرض، واختتمها بزيارة منصة شرطة دبي التي تعرض أسطولها من السيارات الفارهة والجديدة. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي عن سعادته للمستوى المتطور للمعرض الذي ينمو ويكبر سنة بعد أخرى، لا سيما وأن الشركات العالمية لصناعة السيارات تحرص على الكشف عن طرزها الجديدة ونماذجها المستقبلية لأول مرة في معرض دبي، وذلك يعود لثقة هذه الشركات والعارضين في دولة الإمارات والتسهيلات والبنية التحتية التي تمتاز بها دبي. وشهد المعرض إطلاق 108 سيارات للمرة الأولى، منها 17 إطلاقاً عالمياً و76 إطلاقاً إقليمياً، إضافة لإطلاق 15 سيارة نموذجية من ضمن 600 سيارة مشاركة تعرض في 9 قاعات على مساحة 65,000 متر مربع، ومحققة بذلك نسبة نمو بلغت 35% مقارنة في الدورة السابقة التي أقيمت عام 2011. كما بلغ عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية 150 شركة، وتصل نسبة العارضين الجدد المشاركين بالحدث لأول مرة إلى 40%. ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 100,000 زائر من عشاق السيارات والمهنيين وتجار السيارات من مختلف دول العالم.